السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة الجامعة تي في. نرحب بكم في الحلقة الثانية متاع ملف التعديل، الحصة تاع حصة ملفات ممنوعة. راح نكملوا واش حضرنا سمعنا من فاتت الأسبوع المقارب حول التعديل. اليوم راح نتكلموا على لي ميثود تاع لا تورتور. نبداو لي ميثود اللي كانوا يستعملوهم سواء الشرطة ولا لا جوندارميري ولا الدي ار اس ولا العسكر ولا فارمي سي قبل ما نبدا الادوات اللي كانوا يستعملوهم في التعديل. لانها ناخذوا هذه الشهادة، الواحد اسمه سادات محمد اللي عدب في شاطونف، يقول فيه الاخر يعني سيونس كانت يقول كانت الاصعب والاعنف، كسروا له البراء، كانوا يضربوه افيك انفورس قويه، ضربوها بالكرسي، وكان حطوه دونز ان بون تاع السيمان، وزيد يقول هنايا كان واحد بارمي اللي يعذبو لاجون اللي كان يعذب فيه، يقول بلي حط لي فوس تاع يديه في عينو وكان يعبض دو توت سي فورس على حساب على حساب لا ديكلاراسيون تاعو بوندون 15 مينوت. وتانيك يقال بلي دارو ليتريسيتي، دارو ليتريسيتي في ودنو، دارو له ليتريسيتي في لابارتي جينيتال يعني الأعضاء التناسلية تاعو، وزادو له فوق هذا الماء كما نقولوا دوك. على كل حال الشهادة تاع هذا المعذب دوك نحكوا اول ميثود اللي استعملوها هي الضرب باليدين والعصا، يعني واحد كي يدخل دون السال تاع التعذيب وكيما يسموهم هما اصحاب لي زاجون اللي يعذبو لي سال تاع لابوراتوار، يضربو غير يدخل لاصال هاذيك يبداو يضربو فيه بلي كود دو بوان بازي بالكوتبيات، يضربو وين جات في الفيزاج في الأعضاء التناسلية، يضربوا بالعصا بالتيو تاع النيلون تاع الكاويتو، يضربوا للراس للظهر للصدر، يعني بارتو في الكور تاع الانسان. واش يديروا له تانيك يعني وكي يحكموا واحد ويحطوه دون زان بون يربطوه ويديروا له كيما حنا كنا نسموها كنا نروحوا للجامع صغار، كان الشيخ كيما كي ما نحفظوش الصوره تاع القران يدير لنا الفلاقه
انا نسموها بالجزائريه الفلقه. الور كان يدير ثاني يديروا لهم الفلقه، وهذه الفلقه وكانت فريمون سي دولورو، وكان يصرال دي ديموراجي، وحتى كانوا رجليهم يتنفتهم ما يقدروش يزيدوا يمشوا عليها. كاين لا تكنيك، لا دوزيام تكنيك اللي كانوا يستعملوها في التعذيب يسموها لا تكنيك دو شيفون. هاد لا تكنيك كانت تستعمل بزاف في وقت فرنسا، يعني فرنسا هي اللي كانت تستعمل هاد لا تكنيك باش يعذبوا بها المجاهدين. وحنا الجزائريين يعني القوات القمعية تاعنا كانوا مازال شادين فيها ولو كانوا يستعملوها. وهادية يديروا يحكموها شيفون يعمروه بالماء، والماء حاشاكم تاع لي تواليت تاع الزيقوات تاع نابورت كوا. دي فوا يديروا الماء هذاك يديروا له الكريزيل، دي فوا يديروا له الجابيل، ويديروه في الفم تاع الانسان اللي يعذبوه. من بعد واش يديروا؟ اون فوا يعمروا له كرشو بهذاك الماء، يعاودوا يضربوه الكرشو ويلا يعبزوا له على كرشو باش يعاود يخرج واش عمروا له الاخر. ولا تروازيام لا تروازيام ميثود يسموها لا سسبنسيون بلافون، يعني كانوا يعلقوا العبد الانسان اللي يعذبوه المعذب يعلقوه بالسناسل من البلافون باسكو فيها دي كروشي اي تو. كان اللي فيهم في الحيط وكان اللي فيهم في البلافون كما يقولوا يعني كانوا ينوعوا في هذا الشيء سا ديبون لي غو تاعهم هما يعني الاخر. يعني كاين لا سيسبونسيون بار لي بواني، كاين لا سيسبونسيون ساك، وكاين لا سيسبونسيون بار لي بيي، وكاين لا سيسبونسيون بار لو سكس. هادي هي تكنيك سوفاج بروفوكون اوريبل دولور. واش يديرو؟ يديرو ان كابل في العضو التناسلي ويبداو يعني يعذبو بها الانسان. وكانوا هاد لابورتور هادي لا سيسبونسيون بار لو سكس فريكامون براتيكي او سونتر دو سوفي دو دي ار اس في بليدا اسمو حوش شنو وفي شابونا. وهذه شهادة تاع واحد اسمه كنتور ابراهيم يقول avec tout le respect que j'ai pour l'opinion publique qui lira peut-être un jour ce témoignage, je dois raconter comment ils m'ont attaché le sexe avec un fil solide et l'ont tiré de toute leur force avec le plafond. A tiré de toute leur force vers le plafond et hurlé de douleur. Adaousmou, Kintour Brahim, Oudibfi Out Erfoussamia Orbaoussel. Quelle est la technique C'est l'électricité. La classique scène d'électricité. يحطوا ال 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 فيكتيم سور لو بون ميتاليك
ويشمخوها بالماء ويديروا دي فيل دي الكتريسيتي فهذاك لو بون، وهو يقعد يتخبط في الماك ويتعذب ويتوجع وانسي. وكان لا ماتراك الكتريك هو على هذه سكن موين مودرن ديكريت سورتو دون لي سونتر دو دي ار اس دو شافونف دو بليدا اي دو بومرداس. Elle permet tout en essayant des coûts d'envoyer des décharges d'électricité qui foudroient la victime. Ou كاين هذه شهادة تاع ايت بلوك محمد عذبوه في الكوميساريا تاع سنترال وشافو نف 1993. يقول الماتراكاج des points sensibles du corps à l'aide d'un instrument électrique. Particulièrement et surtout, surtout le sexe. L'aiguille électrique, le stylo électrique. Présenter un point métallique terminé à un stylo électrique. C'est un stylo présente une pointe métallique terminale semblable à la selle d'un fer à souder. La technique l'autre, c'est la technique de brûlure, le harek. كانوا يحرقوا لا فيكتيم بلي ميغو تاع الدخان، كانوا يحرقوا ثاني بليسونس، كانوا كيفاش بليسونس، كانوا يحكموا اللي عنده اللحيه طويله على كل حال، يشمخوها له بليسونس ويشعلوا فيها النار. كان الشاليمو، كاع نعرفوا الشاليمو، لو فار اسودي سي كيف كيف، لو فار ريباسي سي كيف كيف. وهذوما يؤديوا الى حرائق من الدرجه الثالثه واللي تؤدي الى يعني التهابات وخطيره جدا. وكاين لي بروف دو ليشال تاع الاخر سلوم، كانوا يستعملوا السلوم يربطوا البنادم من رجليه ومن يديه بالسلوم ويطلقوه على وجهه. دونك يعني سي افرو سي سي حتى عباك الهضره درك تلفت لي كي تشوف هاد لي فيول هادو الكريم هادو. وكان لي بورتور سيكسويال، لي بورتور سيكسويال كان كيما قلنا من قبيله يديرو un câble qui vers le plafond, des fois il déroule l'électricité, l'ordre de thème solé. Des fois, la torture plus affreuse les matins. Hadi, mais pour le que je vois le taqshaïr. بها الأبدان وهي الفيول. الفيول ما على باليش كيفاش نهضر عليها. ايبان كانوا يفيوليو الرجال، كانوا يفيوليو النساء، كانوا يفيوليو البنات،